بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم والدنيا بخير. صورة عظيمة رسمت لينا الأساس في كل التعاملات بين المسلمين. بألف أمر ونهي حددت كل تعاملاتنا وعبادتنا بعدد من المناسك والقوانين. أحكام الحج والصيام والإنفاق في سبيل الله والإكراه في الدين. بأحكامها رسمت لينا الطريق دستور عبادة ومنهج لكل المؤمنين. سورة البقرة، فسطاط القرآن، بركة لكل الأمة، هي الحصن الأمين. أحكام سورة البقرة وأوامرها ونواهيها هيكون كلامنا إن شاء الله النهاردة مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار أسئلة حضراتكم. فضيلة الشيخ، سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بسعادتك وأهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات. مهما تحدثنا عن سورة البقرة لا ينتهي الحديث عنها. صحيح. وتحمل كتير من الأحكام والدواء، أنا بقول اللي هو دواء لحل كل الحاجات اللي ممكن تكون موجودة في حياتنا، وعظة وعبر كتير جدا. النهاردة هنتكلم عن أحكام سورة البقرة، نبدأ بيه. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أحكام سورة البقرة كتب فيها مجلدات، وبالإضافة إلى أنه أي كتاب في التفسير بكل أنواع التفاسير، سواء كان أثري أو لغوي أو بلاغي أو قصصي أو غير ذلك أو موضوعي، عشان هي في البداية بعد سورة الفاتحة بتاخد نفس طويل جدا جدا من الباحث والكاتب والمؤلف والعالم. سورة البقرة هي اللي أسست معالم المنهج كاملا، معالم الدين كاملا، ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب قعد 10 سنين يحفظها، بس حفظ بعمل، الأمر ينفذه. الله يبارك في عمرك، تاء التطبيق وتاء التنفيذ، ودي عندنا أزمة في التاء بالذات. يعني سورة البقرة فيها كل الأحكام، فيها أحكام القرآن الكريم كاملا، ولذلك تلاحظي بدأت بالإيمان بالغيب وختمت بسمعنا وأطعنا، ده قمة المنهج. فيها كل أحكام الأركان الإسلام، يعني أركان الإسلام كاملة موجودة فيها. قال الله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الإيمان بالله عز وجل والشهادتين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فيها الأمر بالصلاة والزكاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فيها الأمر بالصيام، هذا الركن الرابع. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيها الأمر بالحج والعمرة: وأتموا الحج والعمرة لله. فيها أحكام العبادات كاملة، فيها أحكام المعاملات، فيها أحكام الإنفاق في سبيل الله، فيها أحكام الربا، فيها أحكام العقيدة اللي أسست لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، بينت الحرية العقائدية العظيمة جدا جدا. فيها كل أحكام الأسرة، أحكام الخطوبة اللي هي بنسميها الخطبة، إنه في فرق بين الخطبة والخطبة. الخطبة اللي هي الخطوبة، شاب بيخطب بنت، إنما الخطبة بضم الخاء اللي هي الخطب التي نلقيها على المنابر، أسأل الله أن يجعلنا من أهلها. أمين. ففيها أحكام الخطوبة، فيها أحكام الزواج، فيها أحكام المهر، فيها أحكام الطلاق قبل الدخول وأحكام الطلاق بعد الدخول، فيها أحكام الرضاع، فيها أحكام الإيلاء، فيها أحكام العدة. شيء عجيب، صورة كل عجيبة ما يخص حياتنا. بالضبط. فيها التشريع، التشريع الجنائي: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. فيها المواريث كلها، أحكام رهيبة جدا في المواريث: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فيها تشريع الجهاد في سبيل الله: يا أيها الذين آمنوا، يأمرهم الله عز وجل بالجهاد في سبيل الله، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ففيها كل التشريعات والأحكام اللي محتاجها الإنسان، كل أحكام الدين الإسلامي كاملة فيها، من أول الذين يؤمنون بالغيب. طب خلينا نبدأ بقى بالإيمان بالغيب، والحاجات اللي احنا أنا دايما كنت دايما لما بقعد أتكلم معاك أقولك بحب أتكلم في الموضوعات دي. نعم. لأنه إن احنا دايما بيبقى عندنا لهفة أننا نعرف. صحيح. ونفهم، وأحيانا نسمع الكلام فنتخيل ونتصور ونرسم صورة قدامنا بالشيء اللي احنا ما شفناهوش. نعم. أو ما نعرفوش. نعم.
خلينا نبدأ بالإيمان بالغيب. بص حضرتك، هو أساس الإيمان إيمان بالغيب، لأنه أساس أنا عندي إسلام وإيمان وإحسان، عندي معالم المنهج مع الأصول الثلاثة، الإيمان بالله والإيمان والإسلام والإيمان برسول الإسلام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هي متجمعة، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، الثلاثة موجودين في سورة البقرة. من أول الإيمان بالغيب، أنا أؤمن بالغيب، بالغيب يعني ما لا تراه حواس، أنا أؤمن بالله عز وجل، أؤمن بالكتب، أؤمن بالأنبياء، أؤمن بالملائكة، أؤمن بالحساب والعقاب والمحكمة الإلهية، أؤمن بوجود النار، أؤمن بوجود الجنة. كل دي أحكام غيبية، وده أركان الإيمان بالغيب اللي احنا اتعلمناها في الأزهر، بنسميها السمعيات، يعني كل ما كان طريقه السماع. أنا أؤمن بهذه، بأول آية في من أوائل الآيات في سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب. بالغيب ما غاب عنهم، عكس الأمم السابقة اللي كانت أرنا الله جهرة، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. لا، إحنا آمنا بالله عز وجل، آمنا بالكتب السماوية بنسبتها إلى الله تبارك وتعالى، آمنا باليوم الآخر. فأول صفة بتقول لي من صفات المتقين الإيمان بالغيب. ثم ذكرت لي عبادة الله عز وجل، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. دايما فيه ربط ما بين الخلق والعبادة، لأنه هو الخالق فلا يعبد سواه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه. فربط دايما ما بين العبادة وما بين الخلق، سورة البقرة بتؤسس لي هذا. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ثم تؤسس لإقامة الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، بتأمرني دايما بإقامة الصلاة. وإقامة الصلاة مش معناها إن أنا الله أكبر بصلي وخلاص، لا خالص. الإقامة جت في القرآن الكريم بأربعة معاني، ودي من دقائق جدا اللغة العربية ومن دقائق القرآن الكريم. أقيموا الصلاة معناها إيه؟ الإقامة رقم واحد إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإصلاح ما يمكن إصلاحه، بمعنى انه اجعل الصلاه هي المنقذ لك، اجعل الصلاه هي اللي تصلح اي حاجه حصلت فيك، اتعلق فيها. ايوه بالظبط، اجعل الصلاه تشيلك لو جيت تقع. فين الدليل؟ قول الله عز وجل فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه. فكانه ربنا بيقول لي لما تحافظ على الصلاه اي موقف هتتعرض له تيجي تقع الصلاه تسندك. وده احد اسرار ان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر، شغله امر، اهمه امر، كربه أمر، فزع إلى الصلاة. فأنت كذلك لما تكون حاجة مزعلاه، حاجة مضايقاه، بتجري تروح لربنا. أيوة، مشكلة مش لاقي لها حل، خد بكل الأسباب. وأسد في الأخذ بالأسباب، مش معناها سيب الأسباب بقى وقوم أصلي زي الشيخ بيقول، لا، خد بكل الأسباب اللي تكفل لك إنك تحل المشكلة دي. ومن ضمن الأسباب ومن أهم الأسباب ارجع إلى الله عز وجل. قوم صلي قيام الليل، قوم صلي صلاة الضحى، قوم صلي السنن، صلي لله عز وجل وادع ربنا. فأول معنى من معاني أقيموا الصلاة إن الصلاة تبقى المنقذ بالنسبة لك. عارف حضرتك المنقذ اللي قاعد على البحر لو حد جه يغرق ينقذه، الصلاة زي كده، تيجي تغرق تنقذك الصلاة. الله ينور عليك. المعنى الثاني لإقامة الصلاة تحويل القيم إلى واقع ملموس. مش أنا بصلي في الجامع وطالع لسه رجل برة ورجل جوة وبشتم حد، رجل برة ورجل جوة، ببص على واحدة معبية، اللي هو تنهينا عن الـ عن عن الـ عن أي شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى. لازم يكون ده موجود، لازم ألاقي، الله يبارك في عمرك، لازم ألاقي أثر الصلاة على سلوكي في البيت. لازم أخد المحراب اللي بصلي به في الجامع إلى المصنع. هو في حد ممكن يبقى بيصلي والصلاة ما تأثرش في أفعاله؟ طب بيصلي ليه؟ كم من مصلي ويكذب؟ ما أقدرش أقول لك لا. طيب كم من مصلي وارتشي؟ كم من مصلي ونمام؟ كم من مصلي ومغتاب؟ لا، آن الأوان تبقى الصلاة مهذب، تبقى الصلاة معلم. بيبقى في غفلة، ما يعني لما بيجي يقف يصلي قدام ربنا سبحانه وتعالى.
واللي في غفلة الدنيا ضحك عليه، نفسه ضحك عليه، الشيطان ضحك عليه، الظروف اللي حواليه. طب ازاي هي بتنهينا عن ده؟ ما هو اللي احنا بنقوله ده عشان اطبق ده اللي انا بقوله ده دلوقتي، واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. انا بقول لك روشتة ازاي تنهك عن الفحشاء والمنكر، انك لما تصلي ما تطلعش منفض، ما تطلعش ناسي، ما تطلعش عندك زهايمر، ما تطلعش عندك غيبوبة، ما تمسح ليش الصلاة قبل ما تخرج، ما تبقاش بتصلي بسرعة علشان انت قاعد بتفكر ازاي هتأذي فلان يا او فلانة. الصلاة مش للجامع يا لمياء هانم، الصلاة للبيت، الصلاة للمصنع، الصلاة للأكاديمية، الصلاة للجامعة، الصلاة للشركة. يا جماعة احنا بنيجي نصلي زي ما نكون بالظبط الموبايل الشحن قل فباجي المسجد اجدد الشحن واخرج تاني. الشحن ده لايه؟ لبره مش للجامع. ما احنا في الجامع كلنا ابو بكر، اشمعنا في الشارع بعضنا ابو لهب؟ ليه كده؟ ليه في الصلاه كويسين جدا ومتواضعين، بره متكبر ليه؟ في الصلاه واقفين متساويين، بره مش متساوي ليه؟ في الصلاه نظام الصف الواحد، بره ما فيش صف واحد ليه؟ فمن حضرتك في الصلاه سمعنا واطعنا، بره لا ليه؟ في الصلاه بنتقن المساله، بره لا ليه؟ ما هي الصلاه تدريب على تنفيذ الاوامر، أحول الأوامر إلى واقع ملموس. فمن هنا نتعلم يعني إيه إقامة صلاة. فين الدليل؟ قال الله عز وجل ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل. يعني إيه أقاموا التوراة؟ أقاموا التوراة يعني حولوا الأوامر إلى واقع، حولوا القيم إلى واقع ملموس. فمن هنا أنا كده أتعلم الصلاة. المعنى الثالث للصلاة العدل، أقيموا الصلاة يعني اعدلوا وأقيموا الوزن بالقسط. يبقى أنا أكون عادل مع نفسي ومع اللي حواليا ومع الناس جميعا. المعنى الرابع لإقامة الصلاة أن تأخذ الصلاة دورها الريادي والقيادي، تبقى الصلاة معلم لي، تبقى الصلاة أستاذ لي، تبقى الصلاة قائد لي. قال الله عز وجل الرجال قوامون. القوامة يعني أن تأخذ الصلاة دورها الريادي في حياتي، وأبقى عامل حسابه وأنا خارج من بيتي. يعني أنا خارج هشتغل، طب الظهر هصليه فين؟ العصر هصليه فين؟ المغرب هيتصلى فين؟ العشاء هيتصلى فين؟ تبقى علامات مضيئة في حياتي وفي يومي. مش طالع انا كل همي عمل اليوم بس. هل فعلا كل مكان احنا بنصلي فيه يعني بيشفع علينا يوم القيامه، والشخص اللي بيتوفى المكان ده بيبقى حزين؟ يعني انا بقول لك الكلام اللي الناس بتقوله او كلام مظبوط بنسمعه، يشفع، يشهد، يحزن لما موت علشان كان عايز الخير والثواب مستمر. الدليل على ذلك قول الله عز وجل بيتكلم عن غير المسلمين لما بيموتوا، فما بكت عليهم السماء والارض. هو في حد ممكن تبكي عليه السماء والارض؟ المؤمن لما يموت تبكي عليه السماء والأرض. السماء احنا لينا باب يخرج منه، يصعد منه العمل وينزل منه الأجل والرزق والقدر. لما بيموت الإنسان الباب ده بيزعل، خايف ليتقفل. فما أجمل أن يموت الإنسان ولا تموت حسناته. يبقى الصدقة أكيد، صدقة الجارية وعمل الطيب في الدنيا. بص حضرتك، الصدقة الجارية صح، وعمل الطيب في الدنيا صح، وكل حد علمته الخير. أقول لك على نقطة حلوة قوي. قول. أكبر، شفتي أكبر دي طلع إزاي؟ أكبر استثمار إن أنا أعلم ابني سورة الفاتحة. أكبر استثمار الفاتحة؟ الفاتحة بس. أنا قلت هتقولي سورة البقرة. الفاتحة. أعلم ابني سورة الفاتحة؟ ليه؟ أعلمه قراءة ولا أعلمه قراءة وتطبيق وفهم؟ قولي بقى براحتك زي ما أنت عايزة. أنا حطيتك على الطريق. ليه؟ ليه؟ أكبر وأكتر سورة بيكررها في عمره سورة إيه؟ هيقرأها في اليوم الواحد كم مرة؟ 30 مرة. فيها كم حرف؟ بكل حرف 100 حسنة. ايه رأيك في الاستثمار ده؟ طبعا فحرص قوي. بسيط. والله بسيط جدا. وتخيل حضرتك هاخد اجر قد ايه؟ تخيل اكبر استثمار ان انا اعلم ابني الصلاة. يا عيني على الام اللي بتعلم بنتها تلبس الازدال وتفرش السجادة وتصلي جنبها. يا عيني على الاب اللي ماسك ابنه ورايح بيه الجامع وصلي وعلمه صلاة الجمعة. يا سلام، ايه الحلاوة دي؟ ما هو ده الاستثمار. هو ده بقى اللي مات ولم تمت حسناته. جاء لقي حد مثلا بعيد عن ربنا، فقعد يكلمه بالراحه وبهدوء وبكلمه حلوه بكلمه جميله لحد غير فيه شيء. طب هو مات والتاني مستمر. فما اجمل الانسان يموت ولا تموت حسناته، الاستثمار شغال عمله. وما اقبح ان يموت الانسان ولا تموت سيئاته. اعوذ بالله. واحد جايب واحد وقعد يعلمه السجاير، قعد يعلمه شرب المخدرات، قعد يعلمه الخطا، قعد يعلمه الدخول على المواقع الاباحيه على الانترنت. سلم يا رب، سلم يا رب، كارثه طبعا. فده مات ولم تمت سيئاته ما لم يتب إلى الله عز وجل. إن تاب الإنسان ربنا غفور رحيم
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أنا مش بيأس حد، أنا بنور لك الطريق، خلي بالك من أعمالك. لذلك ربنا في القرآن يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. فسيدنا النبي قال أتدرون ما تحدث أخبارها؟ عارفين يعني إيه كلمة تحدث أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلى. قال أن تشهد على كل عبد وأمة بما فعل على ظهرها، تقول فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا. تشهد، بتشهد زي ما حضرتك بتقولي. فكل مجلس جلسه الإنسان بطاعة الله، بالإصلاح بين الناس، بذكر الله، بمجلس علم، بصلاة، بأي فعل، يشهد له يوم القيامة. وهنروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. فضيلة الشيخ، نكمل باقي أحكام سورة البقرة. لو اتكلمنا مثلا عن حكم القبلة، من الأحكام العظيمة جدا تحويل القبلة، ودي كان درس وامتحان قوي 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 قوي، لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يصلي إلى القبلتين. في مكة أنت من أي حتة تستقبل القبلة، فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الجانب اللي تبقى قدامه الكعبة أسف، ومن ورائها بيت المقدس. فلما سافر إلى المدينة فصار العكس تماما، القبلة كده، القبلة الثانية كده، فكان لابد من استقبال واحدة منهم. فأمره الله عز وجل أن يستقبل بيت المقدس، فظل يصلي تجاه بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، لكن كان من جواه نفسه أنه يستقبل قبلة أبيه إبراهيم الكعبة. فقال لسيدنا جبريل يا جبريل وددت أن الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها، فقال له إنما أنا عبد مثلك، فسأل ربك يعوضك عنها إلى قبلة أبيك إبراهيم. وصعد سيدنا جبريل إلى السماء، فجعل سيدنا النبي ينظر ويقلب وجهه في السماء إلى أن أنزل الله قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني اتجه في صلاتك إلى المسجد الحرام. وكانت امتحان واختبار، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة. فده امتحان كان قوي جدا وضخم جدا. بعد الامتحانات الثلاثة امتحن آدم بالشجرة، وامتحن بنو إسرائيل بالبقرة، وامتحن إبراهيم بكلمات، فجاء امتحان هذه الأمة في تحويل القبلة. أيضا من الأحكام الموجودة في سورة البقرة الصفا والمروة، بقى بما أننا بنتكلم عن الكعبة، الصفا والمروة كان قبل الإسلام محطوط على الصفا حجر صنم اسمه إساف، ومحطوط على المروة صنم اسمه نائلة. وإساف ونائلة كانوا محطوطين وبتطوف حولهم قبائل معينة تعظيما لهذين الصنمين. طالما إحنا الله عز وجل جعلنا أمة وسطة وأمرنا بالتميز والوضوح، بعض الصحابة أحسوا بحرج شديد من السعي بين الصفا والمروة. طالما أنا متميز وأنا ما بتبعش منهج الأمم السابقة خالص، ومش هعمل زي ما كانوا بيعملوا، يبقى إذن أنا لا أطوف ولا أسعى بين الصفا والمروة. فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا أن التميز لابد فيه من توازن. فالتميز مش معناه رفض ما كان سابقا كله ولا قبول ما كان سابقا كله. فبين الله قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، لأنه ما ظنوا أنه فيه إثم وفيه جناح وفي حرج من السعي بين الصفا والمروة. فأنزل الله هذه الآية ليزيل الحرج عن الأمة، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لإظهار إن التميز لابد أن يكون بتوازن وباعتدال وبوسط. طيب أحكام ليلة الصيام بقى. نعم، ايه الاحكام؟ انا يعني هل ربنا سبحانه وتعالى حط قواعد معينه على الصيام؟ للصيام في بدايه النوايا، يعني النيه. هقول لحضرتك، هو الايات فيها دقائق علميه قويه جدا جدا. الصيام شرع بالتدرج، يعني ما شرعش مره واحده كده خالص. شرع الاول ربنا سبحانه وتعالى لنا كتبت عليكم وفرضت عليكم الصيام كما فرضته على الأمم السابقة، وجعل لكل عبادة غاية. لماذا نصوم؟ لعلكم تتقون، ليس لعلكم تجوعون ولا تعطشون ولا تتعذبون، إنما الصيام بيعلمني
التقوى. طيب في الأول المرحلة الأولى كان فرض الله صيام يوم عاشوراء لما وصل سيدنا النبي إلى المدينة الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك جاء فرضية شهر رمضان للعام الثاني. كان مفروض شهر رمضان على سبيل التخيير، اللي يحس بمشقة أو تعب يفتدي عن كل يوم بطعام مسكين. فين الدليل؟ أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقونه يعني يشعرون بمشقة ويشعرون بمعاناة ويشعرون بتعب يفتدون عن كل يوم مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. يبقى كان الصيام على سبيل الايه؟ التخيير. اللي قادر يصوم يصوم، اللي مش قادر وحاسس بمشقة يكفر عنده يطعم فدية. لحد ما نزل قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فل يصمه. خلاص أمر. يبقى أزيل التخيير. مش معناه أنه نسخ، لا، التخيير موجود لكبير السن والمريض، موجود الأحكام، موجودة الحاجات اللي احنا عارفينها، اللي هو لو مريض أو على سفر. بالضبط. فلما نزل بقى الحسم ده كان فيه مفاجأة. فمن شهد منكم الشهر فليصوم. أصوم من إمتى؟ أصوم من أذان العشاء، من صلاة العشاء لتاني يوم المغرب. يبقى بصوم الليل كله والنهار ده في الأول. اه طبعا. للمرحلة الثالثة. تمام. كمل ولا متفاجئ ليه كده؟ الحديث عند البخاري ومسلم. كان الصيام يبدأ منين؟ من حاجة من اتنين. لو جه المغرب وأنا نمت قبل ما افطر، يعني أنا مثلا طول النهار شغال ورجعت عندي ونمت قبل المغرب على طول والمغرب أذنت وأنا ما صحيتش، يبقى أكمل صيام لليوم التاني. أو مدة الإفطار من إيه؟ من المغرب. ربنا رحيم بينا قوي. آه والله العظيم. إحنا ربنا رحيم بينا قوي. آه بالظبط. دي مفاجآت علمية قوية جدا. طبعاً. الفطار كان كل مدته من إمتى؟ من المغرب إلى أذان العشاء. خلاص. آكل وأشرب وتمام التمام وكل حاجة بشرط إن أنا ما كنتش نمت. طيب لو أنا زوجتي نامت تكمل صيام، والمدة الزمنية مثلا كان في الوقت ده حوالي مثلا ما يعادل ساعتين أقصاها. آكل وأشرب وإذا أردت زوجتي، كل ده في المدة الزمنية. خلاص. فحصل مشكلتين. المشكلة الأولى إنه الصحابة بدأوا يحصل مشاكل ما بين الزوجين. الزوجة تقول لجوزها أوعى تكون نمت، هو يريدها، فهو لو نام يبقى هو صايم، يبقى في مشكله ما ينفعش يلمسها حتى وهي زوجته. لا يعني لو حصل ان نام قبل المغرب وصحي بعد المغرب في الفتره اللي هي الساعتين، لا ياكل ولا يشرب ولا يلمس زوجته، لازم الاذان ياذن وهو وأنا صاحي وافطر. هو كان الحكم كده. وانا صاحي وافطر، تمام، واقعد اكل واشرب واتي زوجتي لحد اذان العشاء. اول ما العشاء اذنت خلاص نويت الصيام لحد تاني يوم المغرب. فحصلت مشكلتين. المشكلة الأولى إن الزوجة بتشك في جوزها، تقول له لعلك نمت، هو يريد أن يلمسها زوجته، فتقول له لا لعلك نمت، لا لا ما نمتش، تقول له لا أنت نمت، وبدأ الزوج ممكن يقول لزوجته كده. فحصل أدي المشكلة، خليها في إيدك اليمين. مشكلة تانية، قيس بن صرمة، واحد من صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند البخاري ومسلم. إحنا مشكلتنا في إن إحنا مش عارفين أحكامنا. شوف الأحكام عاملة إزاي. اشتغل طول النهار، رجع من التعب بيقول لزوجته عندك أكل؟ قالت له لا ما عنديش، بس هطلع أجيب لك أي أكل من أي مكان. فخرجت تجيب الأكل، هو الراجل تعبان طول النهار فقعد شوية نام غصب عنه. فرجعت معها الأكل لقيته إيه؟ نايم. يبقى ينفع يأكل؟ لا. الله ينور عليك. قالت له خيبة الله عليك، مش هتأكل كده. فأتم صيامه الليل كله. لما جه طبعا ده كده تاني يوم. لما انتصف النهار وقع مغمى عليه. كان هيموت من الجوع والتعب، فحكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك من اللي جايبه. فانزل الله قوله: احل لكم ليله الصيام الرفث، الرفث يعني الجماع مع الزوجه، الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن، علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم. تختانون يعني تخونون انفسكم. ده يقول لها انت نمت، تقول له لا ما نمتش، هو تقول له انت نمت، يقول لها ما نمتش. تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الايه؟ الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ثم اتموا الصيام الى الليل. فكده دي المرحله الاخيره اللي هو بنصوم من اذان الفجر الى اذان المغرب، طوال الليل ناكل نشرب ناتي الزوج. رحمه ربنا العظيمة. سبحانه وتعالى. احكام عظيمه جدا، رحمه ربنا، احكام عظيمه. اول مره الناس تاخد بالها من الايات نفسها، وازاي هي بتوصل لبعضها، وازاي الصيام
له شرع بالتدريج، لازم ابقى عارف ده لان ده بيوضح لي الايات القرانيه. طيب نقطه كمان من الاحكام الموجوده في سوره البقره احكام الحج، واتموا الحج والعمره لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي، كم الاحصار، وبعدين فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس. ايه العظمه دي؟ بيشرح لي احكام الحج كامله، واعمل ايه على عرفات، واعمل ايه على المزدلفه، وازاي ان الغايه من كل هذا ذكر الله عز وجل. يعني في الاول واذكروا الله في ايام معدوده، واذكروا اسم الله في ايام معلومات، والايام المعلومات العشر من ذي الحجه، والمعدودات ايام التشريق الثلاثه، وبعدين فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وبعدين في الاخر يقول لي ايه؟ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. التضفيرة بيضفر ذكر الله مع كل العبادات، فالغاية من كل عبادة إقامة ذكر الله عز وجل. ونعم بك. تخيل حضرتك لدرجة إن أنا لما أخلص حج أذكر ربنا زي ما بذكر أبي وأمي. إيه المعنى؟ يعني إيه فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا؟ أذكر ربنا كذكري لأبي إزاي؟ ليها ثلاث معاني حلوين قوي. اتفضل. واحنا طول المناسك واحنا يعني بنذكر ربنا سبحانه وتعالى فيه. فازاي بقى بعد المناسك يقول لي فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا؟ ايه المعنى؟ يعني ايه اذكر ربنا كذكركم اباءكم؟ ثلاث معاني من احلى ما يكون. المعنى الاول، كان الواحد من العرب اذا انهى الحج وقف عند البيت بعد ما يخلص المناسك، يقف الواحد كده من العرب قدام الناس والكل موجود يتفاخر بأبيه وبجده، كان أبي كذا، كان جدي كذا. ده بعد ما يخلص المناسك؟ بعد ما يخلص المناسك. شمعنى؟ هم كانت عادتهم كده، زي ما كانوا لما يرجعوا من الحج ما يدخلوش من الباب. هم يدخلوا منين؟ بيدخلوا من الشباك. لا مش ممكن. انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ ده القرآن قال لي كده. لا والله العظيم. سورة البقرة. والله عارفة من عادات العرب زمان كانوا ايه؟ لما يرجع الواحد منهم من الحج، من علامات بر الحج انه ما يدخلش من الباب. من البر وعلامات القبول انه يدخل من شباك. اشمعنى؟ طب لو الباب مقفول والشباك مقفول، يجي طالع على حيطة الجار وينزل من فوق البيت. ايوه ليه؟ هم عادتهم كده. طب ده يعني يدل على ايه؟ اقول لسعادتك. قال الله في وقول لي الدليل بقى. هقول لحضرتكم، كان عندهم اعتقاد انه لما اعمل شيء لابد ان اغير وجهة البيت او دخول البيت علامة على التغيير. ولذلك لما كان حد تغيير المنهج، تغيير الحياة للأفضل إلى آخره، لما كان واحد منهم يريد أن يتزوج كان يجي فاتح باب جديد للزوجة، ولذلك كان يقولوا إيه؟ غير عتبة بابك. بداية جديدة يعني. الله يبارك في عمرك. فجه واحد من الصحابة خلص الحج رجع البيت نسي وجا داخل من الباب على بيته كده، حجته مش نافع. ده كده بقى قالوا بقى انه ده علامه ان مفيش قبول وان الحج مش مبرور، واثقلوا عليه في الكلام. فانزل الله قوله: ليس البر ان تاتوا البيوت وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله. ليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها، كان يؤتوا البيت من ظهره، كان يؤتوا الباب من الشباك. لا، ربنا قال لهم مش هو ده البر. البر مش معناه انك بعد ما تخلص الحج، ليس معنى بر الحج ان تأتي بيتك من ظهره، ليس البر ان تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله. فبقى منهج حياة وأتوا البيوت من ابوابها، يبقى هو ابطل العادة الجاهلية وبقى منهج حياة وقت البيوت من أبوابها. يعني إيه؟ شاب عجبها بنت ما يكلمهاش، يروح على أبوها. وقت البيوت من أبوابها. زعلت من عيل صغير شاب لسه في بداية حياته، ما تزعلش من الولد، روح لأبوه. وقت البيوت من أبوابها، له كبير يترد عليه. فيه مشكلة بيني وبين حد، ما أخدهاش بدراعي، لا في شرطة أروح لها. وقت البيوت من أبوابها. الحلاوة دي منهج. امشي دغري يعني. امشي دغري يحتار الدنيا كلها فيك. الأحكام العظيمة دي. فالقرآن بيصحح المفاهيم، وسورة البقرة بتصحح المفاهيم، فيها مفاجآت عظيمة جدا. طيب نرجع تاني. فالمعنى كان الواحد منهم يقف عند الكعبة يقول أبويا وجدي، فربنا قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، لأن ربنا هو المنعم والمتفضل على أبيك وعلى جدك.
صحيح. هذه معنى. المعنى الثاني أن تغضب لله إذا عصي كغضبك لوالديك إذا شتم. يعني فاذكروا الله كذكركم أباءكم. يعني لو واحد شتم واحد بابوه وقال له يا ابني ويا ابني، انت هتغضب قد إيه؟ طيب لو شفت حد بيعصي ربنا، هل تغضب لله زي غضبك لما ابوك يتشتم؟ طبعا لابد أن يكون غضبا معتدلا ومنضبطا، من غير عنف ومن غير كذا ومن غير كذا. نحن لا نأمر الناس بالعنف طبعا، إنما على الأقل لقيت ابني ما صلاش الظهر، هل هغضب مع ابني وازعل منه لأنه ما صلاش؟ أدي غضبي لو حد اشتمني على ابويا وامي. هو ده المعنى. المعنى الثالث بقى، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. تعلقوا، جميلة قوي، تعلقوا بربكم كتعلق الصبيان بآبائهم وأمهاتهم. تخيل حضرتك طفل صغير ولا بنوتة صغيرة عندها سنة، قلبنا بيبقى متعلق قد ايه؟ بابا، رجعت تقول ماما، رايحة بابا، رجع ماما. لو غاب وجه واحد منهم عنها، لو تخيل حضرتك لو فجأة ما لقيتش الأب ولا الأم، دخلوا أوضة، انشغلوا بضيوف، تلاقيها عمالة تجري تدور عليهم. ولله المثل الأعلى. ربنا بيقول لي فإذا قضيتم مناسككم، بعد ما تخلص الحج خليك متعلق بربنا كتعلق الطفل الصغير بأبيه وأمه. سبحانك، فهو أولى بك. صحيح، ونعم بالله. العظمة دي، ايه الحلاوة دي؟ يعني أحكام عجيبة. الإنفاق بقى في سبيل الله من الأحكام العظيمة جدا جدا. ضبط بقى، قبل ما نتكلم على الإنفاق، ضبط الأسرة. لأنه بعد ما اتكلمنا عن ده، جاء بيكلمني عن الأسرة والخطوبة والزواج والعدة والطلاق والرضاع والخلع. دي حلقات والإيلاء. والله دي حلقة، ده مجلد حلقات. بالظبط. بس تلاحظي حضرتك، أنا خدت بالي من حاجة مهمة قوي. احنا خلينا أحكام الأسرة في الآخر، في أواخر سورة البقرة، جت في آخر المنهج. ليه؟ من الآخر، محدش هينضبط في الأسرة إلا بعد ما انضبط أخلاقيا. الأسرة، شوف حتى ترتيب كل شيء وكل كلمة وكل حرف ليه ترتيب معين عشان يرجع لمعاني معينة. الله يبارك، مش محطوطة كده وخلاص. خالص خالص. أنك يا رب. نعم. زي ما حياتنا ماشية بسيناريوهات كده، لما الواحد يقعد يفكر فيها ويتأمل الموقف يقول سبحانك يا رب على ترتيبك في أمور المواقف اللي موجودة في حياتنا. هي مش كده وخلاص. الله يبارك في عمرك. مظبوط. فتأخرت أحكام الأسرة والأحوال الشخصية من الأحكام دي كلها، تأخرت ليه؟ لأنها محتاجة حد منضبط. اللي متجوز عشان يعرف يتعامل مع زوجته لازم يكون بيصلي وبيصوم وبيزكي وبيحج وعنده أخلاق وعنده قيم. فبعد ما تسلح بده وخد الكورسات دي، يلا بقى اتجوز تبقى عارف قيمة الزوجة. طيب وانت معاك الكورسات دي، لما هتيجي تطلق امساكم بمعروف تسريح. بس ايه الحلاوة دي؟ انت معاك الكورسات الأخلاقية والقيمية والعظيمة دي، الحضارية والبنائية، هتيجي لما تطلق تطلق بشياكة. ولما هتيجي تطلق مش هتسيب عيالك، ولما هتيجي تطلق هتتقي الله عز وجل في الزوجة اللي انت بتطلقها. ولما هتيجي تطلق هتبقى عارف الأحكام، ولما هيجي يبقى فيه من حقها نفقة متعة، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين حقا على المتقين. فتأخرت أحكام الأسرة في الذكر في سورة البقرة من أجل أن نكون على استعداد لها، لأنها تحتاج إلى قوة، قوة علمية وقوة أخلاقية، وكأنه تأسيس. طبعا احنا بنبني. الله ينور عليك. بنحط الأساس. هو أسس وبعدين يلا نبني البيت. أسس بقى الإيمان بالغيب، وأسس الإيمان بالله وبالملائكة، وأسس الصلاة، وأسس الزكاة والصيام والحج. وبعدين أنت تأسست تمام، يلا نبني بقى بيتك، ادخل بقى أسرتك، اتعلم يعني إيه زوجة، وتعلم يعني إيه تربية أولاد. طيب نتكلم بقى عن الإنفاق في سبيل الله. الإنفاق، هي بدأت الصورة من تاني آية بتكلمني عن الإنفاق، تالت آية بالضبط. ألف لام مين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. من أول الآية، من أول السورة، من الأساس، من الأساس، وإحنا بنأسس لسه. طبعا طبعا، لأنه الإنفاق في سبيل الله من أعظم ما أتقرب به إلى الله عز وجل. نكمل حاضر. فالإنفاق بكل معانيه، بكل أحواله، بالزكوات، بالصدقات الجارية، بالصدقات العادية، أنا محتاج أتعلم ده، أتعلم. لأنه خلي بال حضرتك، الإنفاق في سبيل الله من أكبر الأدلة على صدق إيماني بالله عز وجل، لأنه شيء بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. وحاجة تانية يا لمياء هانم، المال من أكتر الأشياء اللي أنا بحبها وبتعب عليها، من الحاجات المغرية في الحياة اللي بتزغلل عين البني آدم. بص أقول لحضرتك، اللي يقولك ما بحبش الفلوس قوله أنت كده قولا واحدا.